بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، وزيلها بأفلا تسمعون. لكن المقابل قال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ديك أفلا تسمعون ودي أفلا تبصرون، لأن في الآية الأولى بيتكلم عن الليل، وفي الآية الثانية بيتكلم على النهار. والنهار محله البصر، والليل محله السمع، لأن كل حاجة بتهمد في الإنسان بالليل ساعة ما ينام كله إلا الود تؤدي مهمتها دائما. فنظرا لأن بالليل يبقى ما فيش وسيلة من وسائل الإدراك إلا مين؟ فقال أفلا تسمعون. ولكن في النهار قال أفلا إيه؟ أفلا تبصر. يبقى ما يقولش كده إلا مين؟ إلا رب. نعم. ولذلك نجد في سورة الكهف الحق سبحانه وتعالى يريد أن ينيم الفتية الذين آمنوا بربهم فترة طويلة في الكهف، حكى عنها إنها 309 سنة. فإذا ناموا في الكهف، والكهف في جبل، والجبل في صحراء، والصحراء محل عوامل أعاصير وزلازل ووحوش تعوي تفسد عليهم النوم، وخصوصا ان النوم طويل، مش نوم يعني قعد 7 ساعات 8 كان محتاج لهم، ده هينام 300 ساعة يبقى يعني فأي حركة تعمل ايه؟ تصحيهم، هو مش عايزهم يصحوا. فجه وقال ايه؟ شوف الحكمة بقى، يقول: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. يبقى لو كانش ضرب على آذانهم ولا خلاهاش تسمع كانوش يناموا. يبقى إذا دي تدينا إيه؟ إن الليل لا تتحرك فيه أي جارحة من الجوارح لعمل إلا إيه؟ إلا الأذن، لأن بها الاستدعاء، تخبط يسمع، تنادي يسمع، إنما هتشوف لا ما تشوفش. نعم. قعد يضرب لنا مثل في نفسنا: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم إيه؟ يتفكرون، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وإيه؟ لسه في الذات ولا لا؟ نقلهم من الذات إلى الأكوان اللي حواليهم بقى، لأن هناك بيقول: وفي أنفسكم أفلا إيه؟ تبصرون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فقال الآيات اللي في أنفسنا: خلق من تراب، وخلق الأزواج، ومش عارف نسكن إليها، والمودة والإيه والرحمة، وبعدين المنامنا بالليل، والله كل دي قالوا في نفسنا في ذواتنا. يتكلم بقى على الأكوان: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. مرة أقول آية لقوم يتفكرون، ومرة أقول آيات للعالمين، ومرة آيات لقوم يسمعون، ومرة أقول آيات لقوم إيه؟ يعقلون. اختلاف الأدوات الباحثة، لأن العقل هو إيه؟ ما هو العقل؟ العقل الناس فاهمين إنه يعني عشان تمشي كده بحاجة أقول لك ده العقل ما يصدقهاش، أكن العقل هو اللي إيه؟ الله، هو أنت من قال لك إنك أنت اللي حكم في إنك تصدق ولا ما تصدقش؟ ده المسألة في مسائل عليا خالص عن عقلك، لأنك أنت خدت العقل مرة واحدة. الذي آمن بإله
ما قالش ما قلناش ما استعملش عقله، استعمل عقله بس مرة واحدة أغنته عن أن يستعمله في كل شيء. عقله هدا على أن الكون ده له إله قادر حكيم ما فيش إلا هو، ما يجيبش القضية دي بقى في أي حاجة تانية. وثق ما يقوله لك وانت بحثت المسألة دي بإيه بعقلك أول مرة خلاص. ولذلك العقلاء يقول لك العقل كالمطية يوصلك إلى حضرة السلطان ولكن لا يدخل معك عليه. هو وصلك إلى أن في إله قادر، تبقى أنت كله توثق. ربنا قال ده ولا ما قالهاش؟ بس هذا المثال. يبقى العقل مهمته شوف البدائل، شوف المقدمات، يشوف النتائج. وحين لما يقول تفكروا وتعقلوا وتدبروا واتعظوا بينبه فيك ايه؟ بينبه فيك ادوات المعارضه لتتاكد. زي ما تدخل تشتري قماش من محل عايز حته في صوف مثلا، يقول لك ده صوف اصلي بقى 100 100، شوف، ويجيب فتله منه كده ويجيب عود كبريت ويروح حاططها تحت الايه؟ تحت الفتله. الصوف ما يترعاش فيه النار كده وتطلع، تطلع لا، تكبكبه كده وتخليه ما يطلعش فيه لهب ابدا. انما القطن تشوف النار بترعى في الفتله كده، يقول لك شوف يبقى صوف ولا مش صوف. اللي بينبه فيك وسائل النقد للاشياء، يبقى واثق من بضاعته ولا لا؟ واثق منها. واللي مش عايز بقى ينبهك ليه يقول لك لا ده صوف حلو ومش عارف ايه، وروح ناطر البتاع وكروتك. فربنا كل حاجه ينبهنا يقول اتفكروا اتذكروا اتعقلوا اتدبروا يكونوا علماء خليكم ناصحين. الله، يبقى دليل على اننا لو استعملنا هذه الاشياء نصل الى مطلوبه ولا ما نصلش الى مطلوبه؟ نصل الى ايه؟ نصل الى مطلوبه. ان في ذلك لآيات لقوم ايه؟ يعقلون. طب البرق هو ايه؟ البرق كلنا نشوفه، احنا بنسمع كده في الجو صوت نسميه الرعد، وضوء شديد كده بنسميه البرق. دي عوامل في كهربة الجو، عوامل كبيرة او مبحوثة بحث واسع قوي. لكن كان الناس وان لم يعرفوا اصلها بتعمل كده ليه، يعرفون الظواهر التي تتأتى منها. فساعة ما يشوفوا ايه؟ ضوء اللي هو البرق ده، يقول لك والله حاجة من الاثنين، يا يجيب لنا صعقة تحرق له، يا يسوق لنا سحاب ومطر ينزل لنا. الصعقة نخاف منها والمطر نرجوه علشان يعمل الايه؟ أم قال لك مش كل واحد يرجو المطر؟ طب افرض انه مسافر ولا قاعد في بادية ما عندوش كن يكن فيه ولا يأويه، لما يجي المطر يعمل ايه؟ أم قال لك برضه يبقى خايف من المطر يجي إذا كان مش مقيم، يعني إذا كان ضاعي. الله، يبقى إذن ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا الاثنين. الخوف لا يكون فيه ايه؟ صعقة. طب والطمع في ايه؟ في انه يكون فيه مية عشان تجي لهم ويرموا منها الارض وبتاع. خوفا وايه؟ خوفا وطمعا. دي تمشي ودي تمشي علشان يفضل العبد دائما مع ربه بين الخوف والرجاء. يفضل كده خوف وايه؟ ورجاء، مفيش استنامه لشيء. الصور دي القران برضه عرضها ثانيه. قوم عاد اللي هم كان رسولهم والى عاد اخاهم هودا، بيقولوا انت جئتنا لتأفكنا عن الهتنا. قال انا ما اعرفش، انا ربنا بعتني بالحكايه دي ولا اعرفش الا كده. قال لي بلغ، فانا بقى ايه؟ ببلغ. قالوا ائتنا بعذابنا ان كنت من، هات لنا العذاب اللي انت بتعدنا به دي. مش بتقول ما امنتوش هعذبكم؟ طب هات العذاب ده. قال والله دي مش في ايدي، انما في ايد مين؟ في ايد ربنا، ان شاء جابوه. فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم، غيم كده جاي كتير وجاي عليهم كده، قالوا هذا عارض ممطرنا. قال لهم لا، بل هو ما استعجلتم به. مش تقولوا ايه فاتنا بايه؟
ريح فيها تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. يبقى دي جات لي ودي جات لي. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، وبعدين من رحمته إنه يغلب انفعال الطمع في الماء، وينزل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات برضو لقوم يعقلون. المطر بينزل من السماء، ما هي السماء؟ أولا السماء لها مدلول غالبي وهو السماوات السبع، ومدلول لغوي عام وهو كل ما علاك فأظلك. المطر ما بينزلش من السماء، المطر بينزل من السحاب اللي على راسه، يبقى معنى السماء كل ما علاك فإيه؟ فأظلك. ينزل من السماء ماء يحيي به الأرض بعد موتها. لو نظرت إلى الماء اللي ينزل من السماء لوجدته من سحاب متراكم. ألم تر أن الله إيه؟ يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله، فترى الودق يخرج وينزل من السماء من جبال فيها من برد. الله ادانا الصورة، يبقى أكن المية اللي نازلة دي عبارة عن سحاب متجمد. السحاب بيجي ازاي؟ أم قال لك لو نظرت إلى الأرض التي نعيش عليها لوجدت ثلاث ارباعها ماء وربعها يابسة. شوف الماء ده بقى اللي هو جعلنا من الماء كل شيء ايه؟ حي. يبقى المية تلات ارباع اليابسة، كأن المية اللي تلات ارباع اليابسة دي جاية تلات ارباع دول عشان يخدموا ايه؟ يخدموا الربع. ازاي؟ قال لك سطح الارض تلات ارباع كده، السطح واسع وكل شيء في الماء يتسع سطحه يبقى يكثر تبخره. هات كباية وحط فيها مية وملاها وسيبها في البيت شهر، وارجع كده افتح الباب تلاقيها محطوطة في الماء، تلاقيها نقصت قد ايه؟ حاجة بسيطة، يمكن سنتي ولا نص سنتي. ليه؟ سطح الرقعة بتاعت سطح الماء قليلة، فالبخر يا دوب على قد كده. طبعا خد المية ده هي الكباية وسيق بها أوضة ولا الصالة كده، قبل ما تطلع من البيت تكون اتبخرت ونشف. الله، اذا كل سطح الماء ما يتسع يبقى البخر يزداد. فعمل ثلاث ارباع الارض ميه عشان يخدم ايه؟ الربع. تفضل بقى العوامل الحراره والهواء والبتاع، ويفضل الايه؟ تطلع الميه لفوق. اما تطلع الميه لفوق دي اسمها التقطير. احنا مش نعرف اسم التقطير في الاجزخانات، لما يقول لك ماء مقطر، مقطر يعني ايه؟ يعني نحطه في اناء، والاناء دي نقعد نغلي فيه، يقوم البخار يطلع، نمشي البخار في انبوبه زجاجيه ونجيب ميه ساقعه نخليها تمر عليها يقوم يتكثف، يبقى عملنا ايه؟ غليان، وبعدين طلع بخار، وبعدين كثفنا البخار فطلع ايه؟ الميه الصافيه. وبقيه الادوات كلها تترسم. اهو ربنا عمل لنا عمليه التقدير دي ولا يشعر بها خلقه. عمل الميه ثلاث ارباع دي عماله تبخر ميه حلوه حلوه كده وتطلعها فوق، فتنعقد سحبا، وبعدين تيجي السحب دي الرياح تمشيهم. الرياح لما تمشيها ان مشتها، انت عارف انك كل ما بترتفع في الجو البروده بتزيد ولا بتخس؟ بتزيد. شوف ايدي كونيات تحير العقل. طب انا لما بطلع بقرب من الشمس كان المفروض ان كل ما اطلع الحراره تزيد. ايه بس ايه حكايه الهندسه العجيبه دي؟ أن المفروض كل ما أقرب من الشمس الحرارة تزيد، لكن دلوقتي لما يعوز بيت عالي يعلي على، يقول لك ده الأدوار العليا ولا على الجبل ولا على مش عارف إيه، كل 30 متر يخص درجة.
وان نزلت تحت الارض كل 30 تزيد درجه. مساله عجيبه الى الان ما حدش الله. قال لك لا، بعدين ابتدوا يبحثوا فيه، حيرت العلماء ازاي الحكايه دي بقى. كل ما اقرب للشمس الحراره تبقى، لانك انت فاهم ان الشمس واشعتها بتسخن الجو. لا، الشمس واشعتها بتسخن سطح الارض، وسطح الارض هو اللي يدي الحراره للجو. يبقى كل ما تبعد عن سطح الارض تخس الحراره ولا تزيد؟ تخس. فتطلع بقى الميه والريح يضرب السحاب، يقوم يطلعوا في منطقه بارده زي الميه اللي هنعملها على الانبوبه، الميه الساقعه تقوم تتكاثف فتنزل ايه، تنزل بس ميه ايه، مقطره، ميه عذبه. طب والميه اللي كانت في قال لك دي مالحه، ده هو امتن علينا وقال لنا انا لو نشاء جعلناه ايه، اجاجا، يبقى ما ينفعش للشرب. انما ما تاخدوش وتقول لا ده ما ينفعش للشرب، ده هو اللي بيجي منه ميه الشرب. امال ليه كده؟ قام قال لك ده معمول بقى فيه يود وفيه عناصر عشان ما يقسنش. هات شويه ميه عذبه وخليهم في بركه ولا في اي حاجه، وبعدين بص لها بعدين تلتفت تلاقي فيها الطفيليات والمش عارف الايه والريحه، وبقى قاسن وبقى ريحته مفه. انما في البحر المالح موضوع فيه اشياء فيها مناعه تحافظ على الميه بتاعتك دي، علشان لما يتبخر لفوق ويطلع لك ايه؟ ينزل لك ماء ايه؟ ماء عذب. وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها. هناك في ايه تانية ايه؟ وترى الارض ايه؟ هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج ايه؟ بهيج. ومن اياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أن تقوم السماء والأرض بأمره. السماء اللي هي هي السماء اللي هي السبعة المرفوعة بلا عمد قال له تدخل فيه. طب وهي من غير عمد إيه؟ قال لك لأن يمسك السماوات، لأن احنا قلنا الشيء اللي عليك ده يا اما تحمله على ايه؟ على اعمده زي ده ايه زي السقف لهو، او تعمله حاجه تشده لفوق، حاجه اللي تشده فوق زي الكبال المعلقه اللي بتنعمل بدون ايه؟ بدون اعمده تحت، هي مشدوده من فوق ومشدوده من فوق، واللي شاددها عاملينها كبسينها في الارض في الناحيه الثانيه فشدها كده. يبقى اذا السماء تفضل كده سقف مرفوع ما فيش عمد شايلاه، انما ربنا بيقول يمسك السماوات والارض ان تقع، يمسك السماء ان تقع على الارض الا بايه؟ يبقى ادي قائمه بامر على حالها لا يختل لها نظام ابدا، وما فيش فيها فتوق. تبص كده للسماء لما يكون ما فيش سحاب، تبص للسماء تلاقي ايه؟ بلساء، لون واحد بالله يقدر واحد يعمل لي المساحه دي كده ببوهيه واحده كده؟ والله ما عنده البويه اللي تعملها كده، هيعمل برميل وبعدين يعمل البرميل الثاني، ما يقدرش يظبط البويه بتاعته دي الاولانيه. ولذلك يقول لك لما تيجي تقول للواحد مثلا من اللي بيجي يبيضه، يقول لك والله اللي هنا بقع في الحيط دي عايز تعالجها لي، يقول له ما يمكنش لازم نغيرها كلها، ما يقدرش يجيب لي دي لوحدها كده، ما يقدرش يجيب له. ولذلك المأهول الشاطر يقولوا ايه؟ انه ساعه ما يكون عنده عماره يروح ايه جايب مساحه جدرانها وسقوفها وشوفها قد دي قد ايه، وتعوز بويه من لون قد ايه، يعمله مره واحده في وقت واحد، وبعدين يبقى ياخد من البراميل معمول، لانه ما يقدرش يضبط ايه الكميات كل مره تطلع مرقعه. الله، دي تبص لها كده ايه تلاقيها كلها ايه وقائمه على حالها لا تغير فيها. طب بس ادي السماء اللي هي اللي احنا بنعرفها السماء تانية، يقول السماء اللي هو ما علاك فاظلك. ام قال لك طب ما الشمس والقمر والنجوم كل الكواكب السياره دي، انت عمرك شفت كوكب صلم كوكب؟ الله، كلهم في فلك يسبحون، وتجد كل واحد له سرعه، كل واحد له مدار، وحاجه بنظام ايه؟ بحسبان موقوتة، تبقى قائمة بإيه؟
بأمره وحده، ضبطها انضباط بحيث ان ما يحصلش منها خلل لحد ما تؤدي مهمتها وبعدين الشمس تتكور في الآخر يبقى موضوع تاني. الله. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، تقوم يعني تظل قائمة على حالها لا فساد فيها ولا اصطدام. أنت لو شفت الكون قبل ما تخترع المجاهر والميكروسكوبات والأشياء اللي بتقرب البعيد، كنا نعرف الشمس، ولما ارتقينا شوية عرفنا فيها حواليها مجموعة اسمها المجموعة الايه الشمسية اللي بتدور حواليها. من العجيب أنها لا تدور في دائرة مستوية أنصاف الأقطار، بل الدوائر بتاع شكل إهليجي يعني واسع من ناحية وضيق من واحدة، شكل البيضة يعني تقريبا. الله. ده يبقى دليل عليه. طب مثلا لما بتكون دايرة يبقى سهل قوي، لأن لما نجيب حاجة كده ونغرزها يقعد كبريت ونجيب خيط منه ونمده كده وبعدين نعملها كده يبقى سهل قوي إنها تبقى متساوية وتمشي بنظام. قال لك لا، ده شكل إيه؟ إهليجي زي البيضة. وزيك لما تحب تشوف الصورة بتاعتها تتعجب، وبعدين الشمس تيجي وحواليها مجموعة من الإيه الكواكب. الكواكب دي بتختلف أبعادها عن الشمس، فيه ما هو قريب من الشمس وفيه ما هو بعيد وفيه ما هو أبعد. كل كوكب من دول له مدار، بس المدار ليدور هو حول الشمس، وله في ذاته دورة حول نفسه. الأرض مثلا تدور حول الشمس فتنشأ الفصول الأربعة، وتدور حول نفسها فينشأ الليل والنهار. يبقى بتدور حوالين ايه كده تعمل، هي نفسها بتدور حوالين نفسها وفي الوقت نفسه بتدور حوالين مين؟ الشمس. يبقى لها كم دورة؟ دورتين، دورة حول نفسها ودورة حول الشمس. وبعدين تلتفت تلاقي ليل ونهار مضبوطة الدورة بتاعتها، سنة مضبوطة الدورة بتاعتها. الأرض يمكن في البعد الثالث من الشمس، لأن أقرب كوكب إلى في المجموعة الشمسية إلى الشمس عطارد، يعني هو اللي قريب كده. وبعدين الزهرة، وبعدين الأرض، وبعدين المشتري، وبعدين المريخ، وبعدين زحل، وبعدين يورانوس، وبعدين نبتون وبلوتو. كم دلوقتي؟ 9. البعد بتاعها بيختلف. أول بعد منش عند الشمس مين هو؟ عطارد. والبعد الثاني الزهر. البعد الثالث الأرض. البعد الرابع مشتري. البعد الخامس المريخ. الله. وبعدين زحل، وبعد زحل يورانوس، وبعدين نبتون، وبعدين بلوتو آخر أبعد حاجة عن الشمس اسمه إيه؟ وكل واحد له دورة حول نفسه ودورة حول الشمس. دورته حول نفسه يسموها يوم عطارد، يوم الزهرة، يوم ودورته حول الشمس يسموها عام الزهرة، ينسب العام زي ما لنا عام في الأرض برضو العام، بس ينسب إلى المعروف لنا وهو الإيه. علشان تعرف العجب إن الزهرة اللي هي البعد الثالث عن الشمس يومه أطول من عامه. اليوم بتاعه 244 يوم من أيام الأرض. اليوم بتاعه كام؟ 244 يوم من أيام الأرض. لكن العام بتاعها 225 يوم. الله. قال لك لأن دي دورة ودي دورة، هي في سرعتها حول الشمس سريعة وفي سرعتها حول نفسها بطيئة، تبقى سهلة قوي. النظام اللي معمول بالشكل ده المجموعة الشمسية
المجموعة الشمسية دي واحدة، الآن اكتشف أنها واحدة من مليون مجموعة زيها في سكة التبانة بتاعتنا، المجرة بتاعتنا اللي احنا بنقول عليها. وقالوا لو عندنا مجاهر تانية وبتاع نكتشف مليون مجرة. ايه الكون دي؟ يبقى لما تقرأ قول الله ايه وإنا لموسعون، يعرف انها حاجة ايه ملهاش نهاية في عقولنا احنا، ملهاية عند مين؟ ومع ذلك الدورات دي والحركة دهيا ولا تجد اصطداما ولا تجد خللا، بدليل انك انت ضبطت كسوف وخسوف وطلع مظبوط ولا مش مظبوط، يبقى دليل على ان الاصل مظبوط ولا مش مظبوط، مش مظبوط. ولذلك اللي هو الارض مش كوره ما بتدورش، نقول له امال اللي بيتنبأ والخسوف والكسوف، تبقى انت عايز تخليهم يعلمون الغيب بان هيحصل خسوف امتى وكسوف امتى، يعرفوا ده ازاي؟ ده دي عمليه محسوبه بالميزان. فانت بدل ما تقول انهم يعلموا الغيب، لا قول ان ربنا خلقها كده، خليها ربنا احسن ما تبقى لهم. نعم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. دعاكم دعوة من الأرض يعني بالنفخة الثانية، مش هيتنفخ نفختين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم إيه؟ لا خامدون، الأولانية والثانية إن كانت إلا صيحة، في سورة ياسين كلهم إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. يبقى فيه إيه؟ صيحتين، صيحة للإيه؟ للموت الكلي وصيحة للبعث الكلي. أنت لو نظرت إلى الصيحتين الاثنين وما جعل الله فيهما من أسرار تلتقي بما في الحياة الدنيا من أسرار لوجدت عجبا. إزاي؟ قال لك اللي إحنا يعني الإنسان كل ساعة يولد له، يجي ميلاد، أنا بقول كل ساعة ده بنقربها، إنما هي كل إيه ثانية، لازم كل ثانية في مولود، كل ثانية في، وأقول ثانية لأن أنا ما جبتش مقاييس أقل من الثانية. ولذلك كل لحظة في الزمن فيها لحظة ميلاد ولحظة موت. واحد حيتولد ويفضل دقيقة وبعدين يموت، واحد دقيقتين، واحد ثلاثة، واحد أربعة، واحد سنة، واحد خمس سنين، الله. إذا معنى ذلك إيه؟ إن احنا اختلفت موالدنا، وعلى ضوء اختلاف موالدنا اختلفت آجال موتنا. شوف بقى في الآخرة بقى لما تيجي الصيحة الأولى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم إيه؟ الله خامدون. الموت اللي كان بيجي تباعا لكل واحد موتة وكل واحد أجل هيجي وقت يعمل إيه؟ يبقى كل، يبقى ما اختلف فيه أمر الدنيا في المواليد، اتفق أمر الدنيا كلها فيها في الخمدة، اختلفوا في المواليد. الله. طب وفي الموت برضه؟ برضه في الموت، يبقى واحدة للبعث واحدة، وبعد إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. الله. ما هو الميلاد يقابل البعث والموت يقابل الخمدة الأخرى، فالذي كان مختلفا في موته ده يموت دلوقتي وده يموت بعد كده، جم في وقت واحد ايه؟ ماتوا في وقت واحد. واللي كانوا مختلفين في المواليد في البعث يعملوا ايه؟ يجوا برضه مره واحده. اذا اختلاف هذه ليعالج اتفاق هذه، واتفاق هذه يعالج، ولذلك ذلك يوم الجمع. نعم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم، يعني يدعوكم النفقة بتاعت إسرافيل بأمر الله، لأن احنا يجب أن نعرف أن الحق يزاول أشياء بذاته ويزاول أشياء بواسطة خلقه. الذي يزاوله بذاته
هي خلق الإنسان، خلقته بيديك، إنما الباقي بالكونيات كلها. فلما يجي يقول الحق سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، يبقى مين اللي بيتوفى؟ الله. الله. طب اما يجي بقى ايه كل يتوفاكم ملك الموت، الله ده انا قالها من عند الله لملك الموت بقى، الله يتوفى الانفس ايه طبعا، وبعدين قل يتوفاكم ايه ملك الموت، وبعدين تيجي تانية ايه توفته رسلنا، يبقى كم مرحله؟ توفى من الله، توفى من ملك الموت، توفت من الرسل اللي وقع ملك الموت. قال لك لان الله الامر الاعلى فنسب الامر اليه، والتاني ايه ملك الموت بيقول لجنوده الله، تبقى كلها مرجعه الى ايه؟ الى الحق سبحانه وتعالى، ولكن هذه مساوله خلقه في امور خلقه. ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون، اذا معناها فجاءة، لان كان بيجي الاخراج في المواليد في الدنيا ما يبقاش مفاجأة، قبل ما الست بتولد ايه بنشوف الحمل بتاعها ونشوفها تعبت ونشوفها مش عارف شعر التاسع والتامل، والعملية طويلة، انما العملية التانية مفاجأة كده. نعم. ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. له من في السماوات، هو من ولا ما؟ طب المن دي للعاقل، وهو غير العاقل مش له؟ ده له، إنما كمن العقل ده هو اللي بيعمل التمرد، جاب لك دول بتوع المتمردين دول الأول، إنما التاني اللي ملوش تمرد ده ما سهلة يعني، يقول لك له ما في السماوات، ما لهمش تمرد ولا حاجة، ما فيش جماد تأبى على الله ولا حيوان تأبى على الله. بالله لما يكون عندك انت مثلا حيوان وبعدين كمان بيشيل سباخ وبيشيل القذرات وبيعمل مش عارف، وبعدين انت شفته كويس كده قلت للواد لا نظفه وانا هعمله مطية ركوب، لا عصف الاولى ولا يعصف الثانية، مزلل ولا مش مزلل؟ مزلل خلق هو. فزللناها فزللنا، أولم يروا أن إيه خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وزللناها مش ملكينها بقدرتهم ولا بحيلتهم ولا بعقلهم، بدليل أن لما ملكهمش ليه ما حدش يقدر يستأنفه. إحنا قلنا زمان الفتاة الصغيرة التي تقود البعير وتنيخه وتحمله وتقومه وتقعده، طيب واحد بقى يجي له برغوت وهو نايم بالليل كده يقرقه ولا يعرف يمسكه ولا يعرف، ما زللوش ربنا له برغوت قد كده حته تعبان بتاع ساعه ما يجي كده وتلتفت اللي كلنا جرينا الله. يبقى اذا المهم في التذليل من الله، ما كانش يذللها ما نقدرش عليه. وله من في السماوات والأرض، قلنا ليه عدل عن ما وجاب من؟ أم قال لك لأن من هي اللي فيها الأيام يعني بعقله كده، إنما الثاني ما عندوش موانع يعني. وله، طب وإزاي كل له قانتون؟ طب ما احنا بنشوف الناس اللي في الأرض ويسيبنا في السماء، السماء صحيح يسبحون الليل والنهار لا يفترون وقانتون لله، طب والأرض ما فيها ملاحظة فيها كفرين ومش قانتين لله، طب القضية دي تيجي ازاي؟ قال لك هم يا اخويا تمردوا على الله وكفروا به، او تمردوا على حكم الله فعصوه بنفسهم، ده بما خلق الله فيهم من اختيار، ولو شاءهم مقهورين على امل ما استطاع واحد منهم ان يفعل الا مراد ربه. طب وايه الحكمة بقى؟ ما كان يخلوهم كويسين كلهم؟ قال لك لا، كلهم يبقوا كويس لو شاء ربك لهذا الناس ايه جميعا، محدش يقدر يخرج عن ملكه ولا عن مراده، انما الذي لا يخرج عن مراد الله يبقى محكوم بقهر القدره، والله لا يريد ان يحكم بقهر القدره الانسان. قال له انا عايزك تجي لي مختار صالح ان تكفر وعايزك تبقى مؤمن، انما لو انا عايزك مؤمن محدش، بدليل ان انا جبت الانبياء
وخلاص عصمتهم. ولذلك ابليس لما قعد يجادل في ربه قال له ايه؟ قال له ايه؟ قال الا عبادك لاغوينهم ايه؟ الا يعني اللي انت عايزه ما نقدرش انا عليه. يبقى ابليس مش داخل معركه مع ربه، ده داخل معركه مع الانسان، بدليل انه قال له لا اللي انت عايزه من المخلصين انا ما اقدرش ايه. ولذلك قال له ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، اللي انا عايزه ما ت... فانت في معركه مع عبادي. طب كل له قانتون نفسرها ازاي بقى مع ان فيه كافرين وملاحده وعصيين وبتاع؟ نقول له عال الذين تعودوا ان يتمردوا على الله في الايمان به اولا، هو يقول لهم امنوا لا ما امنش، امتنعوا بايه؟ بقدره في ذاتهم ولا باختيار خلقه الله لهم؟ من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والطاعه برضو بالشكل دي، نقول له يا اخويا تعالى بقى اما نحطك في الخايه هنا كده، انت مش متمرد على الله فكفرت به ولا حشاكش؟ نعم، مش محشاكش بس، ده ساعدك على انك تكفر. قال لك مش انت بتحب الكفر يا خلقي، انت خلق حبيت الكفر خلاص انا ما خليش يفرقك، طمن هختم على قلبك علشان لا الكفر اللي جوه يطلع ولا الايمان اللي بره يدخل، ابقى بساعدك برضو على كفرك ولا لا؟ ده دليل على اني مش عايزك، انا مستغنى عنك، انا عزيز عن خلقي، تكفروا كلكم تؤمنوا كلكم انتوا حرين، بدليل انه هو لما جه وخلق الجزاء للاخره خلق جنه لكل واحد تجيبه الدنيا، يعني وجدت جنات بعدد من يوجد على الارض من نسم، ووجدت نيران على عدد من يوجد في الارض من نسم، عشان ما تبقاش تقول ده ازمه اماكن. ان امنتم كلكم ليا عندكم الله، وان كفرتوا كلكم برضو ليا عندكم. فمن شاء فليؤمن ومن شاء، وانا مستعد لكم على انكم جميعا مؤمنين عملت لكم جنات، وعلى انكم والعياذ بالله كافرين عملتكم نيران، فكل واحد يعرف شغله. ولذلك هناك دي بتساعدنا حينما ناتي لنفسر قول الله تلك الجنه التي اورثتموها، مش كده؟ اورثتموها من مين؟ ام قال لك ايه؟ لان بتوع النار اللي مخلوق لهم اماكن على انهم يكونوا في الجنه، لما يروحوا النار اماكنهم تروح فين؟ يقول لهم يا بتوع الجنه وزعوها على بعض بقى ما تتكلموا. يبقى اذن الحق سبحانه وتعالى خلق الاختيار في الانسان وامن الاختيار، وقال لك ان احببت ان تظل كافرا فانا يا سيدي اعينك على ان تكفر، وحختم على قلبك وتطمن، لا الايمان اللي بره يدخل ولا الكفر اللي بره اللي جوه يخرج. مش انت حبيت كده؟ حبيته. ولذلك انا بنصح الناس اللي يصابوا بمصيبه ما يقعدش يعملها شغلانه بالنسبه لربنا ويقعد زعلان منه واخد على خاطره من ربنا، نقول له احذر من هذه، لانك انت لو فضلت زعلان وحزنان على واحد قريب لك مات ولا حبيبك ولا بتاعه وقاعد زعلان، الله يقول لك الله انت حبيت الزعل بقيت كيف زعل، طب انا هساعدك على انك تفضل زعلان طوال، وكل شويه يتصقر عليك الحزن ويدخل. ايه ما هو انت مشجع؟ لا، سك باب الحزن بمسمار الرضا وانهي. خلاص خلاص انتهينا، انتهت المساله. انتهت المساله. نعم، نقول له يا اخويا اللي متعود التمرد على الله وكفرت به وتمردت على الله وعصيته، ما دام انت متعود عم بتربى عم عامل رياضه على الحكايه دي، طب اذا بقى يا شيخ خليك منطقي مع نفسك، وساعة ما يعييك قول له لا مانيش عيان، ساعة ما يجي يموتك قول له لا مانيش ميت، ساعة ما يجري اذا انت مقهور قهرا عنك في كل امر لا اختيار لك فيه، فاذا انت قانت غصب عنك ولا لا؟ وقنوتك مع تمردك دي اقوى في الشهاده لله، اقوى
في الشهادة لمين؟ لله. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. اللي هي في الأمور اللي هي بقى في الأمور الاضطرارية اللي مش داخلة في اختياره، اللي داخل في اختياره ملاس التكليف والإيمان وغيره، واللي مش داخل في اختياره خاضع لها ولا مش خاضع؟ خاضع لها. إن كنت بقى شاطر مدام متمرد كان يجي قضاء وتتمرض عليه، إنما دليل على إنك أنت مالكش إنك أنت بيجي قضاء غصب عنك وأنت كاره. يمكن المحب يقول لك أنا بعمل كده ربنا عايز كده خلاص، إنما أنت كاره وكافر بيه. نعم. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون خاضعون لا يستطيعون الفكاك عن قضائه ولا عن قدره، مع أنهم تعودوا التمرد على الله في كثير من الأشياء، فما لكم لا تتمردون على هذه، دليل على أنكم استخذتم الاختيار في غير محله. لأن اللي عايز يبقى مختار بقى يبقى مختار في كل حاجة، إنما مختار في حاجة ومضطر في حاجة ما ينفعش لي. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. طب كل دي كل ساعة يجيب لنا خلق والإعادة ومش عارف وهو أهون عليه، قال لك ما هذه كانت اللي هي الأساس، لأنهم لو كانوا يؤمنون بأنهم يرجعون إلى الله كانوا يمكن يخافوه، فبيتك على دي قوي كل ساعة يقول إيه. وهو الذي يبدأ الخلق، هو يبدأ الخلق ولا بدأ الخلق؟ بدأ. إن ذكرت الأولى فقد بدأ، وإن ذكرت الاستمرارية في الإيجاد فهو يبدأ دائما. كل يوم تشوف حاجة، كل يوم تشوف حاجة، مش عملية خدها في وقت وانتهينه، لا هو بدأه. ولذلك كما بدأكم تعودون، وهنا يبدأ عشان استمرارية الحدث. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الله أهون معناها أفعل تفضيل من هو هين، هذا هين وهو إيه؟ أهون. وهل المسائل بالنسبة لله فيها هين وأهون؟ إنما يكون هين وأهون عند من يعالج الأمور، إنما ده ما بيعالجش ده بيكون. ولذلك لما تيجي في الحاجات العجيبة، لما ستنا مريم بشرت بأنها يبشرها بغلام اسمه إيه؟ المسيح وعيسى بن مريم، قالت إيه؟ خرابي ولم يمسسني بشر. قال لها طب ومين اللي قال لك انت عجيب المسيح ابن مريم ما يمسسكش بشر؟ هو قال لها حاجه زي دي، جابت دي منين؟ إيه؟ قال لك خليك ايه واعي واستخبر كلام ربنا كويس. ساعه ما قال لها يبشرك بغلام اسمه المسيح وابن مريم ما جابش ابوه، يبقى هي اللي هتولده من غير ما يكون حد. قالت يمسسني بشر، يبقى فيه مثل منين؟ المسيح عيسى ابن مريم. لو كان ابوه موجود، لو كان من اب كان يقول ابوه، ما قالش لا ابن مريم، عرفت ان هو هيبقى من غير كده. وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. الحق سبحانه وتعالى حين يضرب لنا مثلا، يضرب مثلا تقريبيا لما بيننا وبين أنفسنا لنفهم منه الأعلى. قال لك خليك أنت بتعمل حاجة وبعدين هدتها، كونك تعيد بناءها أهون من البداية ولا مش أهون؟ يا أخي لأن المادة موجودة، المادة موجودة، لكن الخلق الابتدائي المادة ما كانتش إيه؟ المادة ما كانتش موجودة. ولذلك لما ربنا سبحانه جلت قدرته يقول فتبارك الله أحسن الخالقين، يبقى أثبت خالقية لغيره ولا لا؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.